المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين ملف هذه الليلة. الموقف الروسي السوري يؤكد العمل لتحرير إدلب. دمشق تتهم بريطانيا والخوذ البيض بفبركة كيميائي جديد، وموسكو تحذر لا تلعبوا بالنار. تعزيزات متواصلة للجيش السوري على أطراف إدلب تحضيرا لمعركة تحريرها، وخلافات المجموعات المسلحة تتزايد. هل تنهار معنويات المسلحين قبل بدء الحرب؟ الأمم المتحدة تقر عبر مبعوثها إلى سوريا في إدلب آلاف الإرهابيين يجب القضاء عليهم. سباق بين التحضير الميداني للمعركة عسكريا والحراك السياسي المرافق. آخر معاقل جبهة النصرة في سوريا، محافظة إدلب ستعود إلى حضن الدولة السورية لا محال. كان حاسما وزير الخارجية وليد المعلم من موسكو اليوم في كلامه وكلام نظيره الروسي سيرغي لافروف، رسائل في غير اتجاه. فمعركة إدلب هدفها القضاء على جبهة النصرة، وكل المحاولات الغربية لعرقلة الحرب على الإرهابيين هناك باتت مكشوفة. والتحذير الروسي حازم بعدم استخدام مسرحية الكيميائي مجددا أو اللعب بالنار. حتى المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا أقر بحق دمشق بتحرير إدلب من آلاف إرهابي النصرة والقاعدة. وفي الميدان تبدو تحضيرات الجيش السوري والحلفاء قائمة على أكمل وجه لخوض المعركة الحاسمة في إدلب. وبعد كشف كامل المخطط الغربي لفبركة الكيميائي كحجة للعدوان على سوريا، هل تكمل واشنطن في مسعاها لوقف معركة إدلب؟ كيف ستواجه سوريا محاولات منعها من بسط السيادة على كامل ترابها؟ تزامنا مع الاستعدادات العسكرية يستمر الحشد السياسي لمعركة الحسم في إدلب. من موسكو سيرغي لافروف يحذر الغرب بشدة من اللعب بالنار في سوريا على خلفية مسرحية الكيميائي. وليد المعلم يؤكد العزم على محاربة الإرهابيين مهما كلف الأمر. قراءة لسلام العبيدي في شكل وموعد الحسم في إدلب. معركة إدلب تبدو قادمة لا محالة، أما موعدها وشكلها فيتوقفان على عوامل عدة. أولا، موسكو تريدها أقل تكلفة لها ولحليفها السوري ولسكان إدلب نفسها. ولهذا الغرض تعامل الروس بنفس طويل مع الأتراك الذين لم يفوا بوعودهم حتى الآن في الفصل بين المعتدلين والإرهابيين. لكن للصبر الروسي حدود، وهذا ما يفسر الزيارات المكوكية التي قام بها مسؤولون أتراك إلى موسكو على مدى الأيام الماضية والتواصل بين البلدين. ثانيا، روسيا تريد تجنيب سوريا عدوانا غربيا جديدا بذريعة التحضير لاستخدام السلاح الكيميائي في إدلب. لذلك يحذر رئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف كلا من واشنطن ولندن وباريس من اللعب بالنار استنادا إلى ذرائع واهية. أما ثالثا، فلا تريد روسيا دفن العملية السياسية في سوريا لأنها ستسهم في إطالة عمر الأزمة، وهذا ما تعمل على تحقيقه واشنطن في سوريا، لأن البيت الأبيض لم يتبنى حتى الآن سياسة واضحة، ليس في سوريا فحسب وإنما في المنطقة برمتها. بالنسبة لكل من موسكو ودمشق وطهران الأمور واضحة تماما. لا يمكن التفريط بالانتصارات العسكرية للجيش السوري والحلفاء في سوريا، ولا يمكن القبول بأي وصاية خارجية على العملية السياسية في سوريا. والأولوية الآن لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، والأفضلية في إعادة إعمار سوريا ستكون للحلفاء الذين ناصروها ووقفوا معها في خندق واحد. أما زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى العاصمة الروسية فجاءت لتؤكد هذه الثوابت. وبالعودة إلى معركة إدلب، فمن حيث الشكل يراد لها ألا تكون مكلفة، ومن حيث الموعد قد لا تتم قبل العدوان الغربي إن وقع، ولكن بما ينسجم مع قمة تبريز الإيرانية التركية الروسية المرتقبة توقيتا ومضمونا. مع اقتراب موعد معركة الحسم في إدلب تتكثف الجهود الدبلوماسية في العاصمة الروسية، وها هو وزير الخارجية السوري وليد المعلم في العاصمة الروسية لضبط عقارب الساعة بين موسكو ودمشق تحسبا لأي عدوان غربي على سوريا. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. لمناقشة ملف الليلة معنا من شيكاغو أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسون دكتور سيف دعنة، وينضم إلينا بعد دقائق من العاصمة عمان الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء الدكتور فايز دويري.
دكتور سيف، دعنا من خلال التصريحات التي عرضناها، الحراك السياسي، الدبلوماسي، الزيارات بين عواصم القرار في الشأن المتعلق بالمعركة الأخيرة كما توصف في إدلب، ماذا يمكن أن نصل إلى استنتاجات كمحصلة؟ مساء الخير. مساء النور. يعني ربما يكون الاستنتاج الأساسي أن تحرير إدلب قادم لا محالة. الحالة الميدانية أو الوضع الميداني يوشي بذلك، التصريحات كلها توشي بذلك، سواء التصريحات الحكومة السورية، وطبعا حول حق الحكومة السورية في استعادة الأراضي السورية وفي تحريرها، أو حتى التصريحات الحاسمة حتى لوزير الخارجية الروسي، كلها توحي بأن المعركة قادمة. الجدل يدور الآن في التوقعات والتسريبات تدور حول طبيعة المعركة القادمة في إدلب. وأنا حين نتحدث عن المعركة القادمة في إدلب، نحن نتحدث عن معركة متعددة الجوانب، بمعنى هناك على الأقل 50 مجموعة مسلحة داخل إدلب، تتشكل حول أو تنقسم إلى 3 مجموعات كبرى، أهمها وربما أكبرها وأقواها هي جبهة النصرة ومن يتحالف مع جبهة النصرة. هؤلاء باعتقادي ربما سيكون الخيار النهائي هو المواجهة، لأنهم أعتقد أنهم سيختاروا الاشتباك مع الجيش السوري. ولكن بغض النظر عن خيارهم للاشتباك أو عدم الاشتباك، موازين القوى على الأرض توحي بأن النتيجة محسومة في سوريا. المجموعات الأخرى طبعا القريبة، تحديدا القريبة من سوريا، ومجموعات ملتفة حول حركة الإخوان المسلمين أو أحرار الشام وغيره، يبدو أن هناك حراك للتوصل إلى نوع من المصالحات أو التسوية لتجاوز الاشتباك. وهم على كل الأحوال بعضهم يرغب في ذلك كثيرا، ولكن بسبب طبيعة العلاقات الموجودة داخل إدلب وموازين القوى داخل إدلب بين هذه المجموعات، ربما يكون من الصعب الآن رب عليهم التصريح بذلك بسبب قوة وضغط جبهة النصرة. بهذا المعنى المعركة قادمة لا محالة. الصراع الآن يدور أو التفكير الآن على السيناريوهات أولاً دكتور سيف، يعني حصول هذه التوافقات على ما يبدو للمعركة والبحث في التفاصيل كما ذكرت، هذا يستبق كما تعرف قمة ثلاثية مهمة سوف تبحث هذا الأمر بشكل أساسي في طهران أوائل الشهر المقبل. هل متوقع أن تبدأ المعركة قبل هذا التاريخ أم بعده؟ يعني من الناحية اللوجستية، باعتقادي كان هناك تقرير أمريكي قبل قليل أن الجيش العربي السوري جاهز عمليا. المسألة انتظار ساعة الصفر أو تقرير ساعة الصفر من قبل القيادة العسكرية ومن قبل القيادة السياسية في هذه الحالة، لأن الموضوع أعتقد الآن في يد السياسيين وليس في يد العسكريين، بمعنى أن من الناحية العسكرية ومن الناحية اللوجستية الجيش العربي السوري جاهز لبدء المعركة. وفي الحقيقة أنه يبدو أنه كان جاهز قبل اليوم، ولكن حسب التقديرات الأمريكية هناك جهوزية كاملة لبدء المعركة. القرار إذن سياسي. ما نشهده من حراك دبلوماسي في هذه اللحظة، وما سنشهده على الأقل خلال الأسبوع القادم في اللقاء الثلاثي، هو نقاش قضيتين أساسيتين: قضية معادلات ما بعد الصراع، وقضية القضية التسوية السياسية، ومحاولة بعض الأطراف أخذ حجز دور في 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 ذلك. القضية أخرى، وأعتقد أن هذا ما يهم الأمريكيين أكثر من ربما السعوديين والأتراك، مهمومين إلى حد ما بتمثيل ما فيما يسمى باللجنة الدستورية أو بدور في دور سياسي في لقاء قد يعقد في جنيف في أعقاب تحرير إدلب. ولكن باعتقادي الأمريكيين وحلفاء الأمريكيين الأساسيين والأوروبيين، تحديدا الأمريكيين، قضيتهم الأساسية هي ما بعد إدلب، ليس من الناحية السياسية ولكن من ناحية ماذا سيفعل الجيش العربي السوري أو ماذا سيفعل السوريون بعد إدلب. هل سيتوجهون إلى شرق الفرات؟ ما هي أفق الحوار الدائر بين الحكومة السورية والأكراد الذين تستخدمهم الولايات المتحدة الآن كذريعة لوجودها في على الأقل في الشمال السوري؟ ولكن في شرق الفرات القضية الأساسية بعد تحرير إدلب سينتهي كل وجود المجموعات الإرهابية، يبقى الوجود الأمريكي ويبقى الوجود التركي. طيب دكتور، هذه قضية يفكر بها الأمريكيين فيما بعد إدلب، عدا عن موضوع التسوية السياسية أو موضوع الحل السياسي النهائي. يعني دكتور سيف،
قضية شكل التوازنات ما بعد إدلب مثار بحث الآن حتى قبل بدء المعركة حسب وجهة نظر حضرتك. اسمح لي أرحب باللواء الدكتور فايز دويري الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية من عمان. مساء الخير دكتور فايز، ومباشرة إذا كانت معركة إدلب وفق الاستنتاج التصريحات والحراك القائم هي معركة حاصلة لا محالة، إذا ماذا تتوقع من سيناريوهات لهذه المعركة؟ كيف يمكن أن تجري الأمور وفق كل مصالح الأطراف التي لها تأثير فيها؟ يعني أولا أزمة إدلب الحالية هي ليست محلية وليست إقليمية، بل دولية إقليمية محلية. أي هناك ثلاث مستويات، في الداخل السوري هناك المعارضة وجبهة النصرة من جانب، والنظام السوري وحلفائه من جانب. في البعد الإقليمي هناك تركيا إيران، في البعد الدولي هناك روسيا وهناك أمريكا وبريطانيا فرنسا، هناك تبادل اتهامات على المستوى الدولي، هناك تقاطعات على المستوى الإقليمي، والمستوى المحلي يأتي في المرتبة الثالثة. هذه وجهة نظري. الآن الجانبين الفاعلين في الأزمة الحالية هي روسيا تركيا. هناك كان عملية إعطاء مهلة 14 يوم ثم 10 أيام وتنتهي قبل انعقاد مؤتمر سوشي في بداية الشهر القادم. هناك ضغوط روسية توجه لتركيا من أجل التوصل إلى اتفاق مع هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات الإسلامية بحل نفسها. لا تزال مفاوضاتها تراوح مكانها، لم تصل إلى نتيجة نهائية. وبالتالي أعتقد أن معركة إدلب الشاملة، عندما نتحدث عن معركة إدلب الشاملة، ستأخذ أطراف من اللاذقية ومن ريف حماة ومن ريف حلب الغربي، وبالتالي نحن نتحدث عن مساحة واسعة جدا وتوجد بها أكثر من 125 ألف مقاتل. تذهب التقديرات أن منهم 10 آلاف هي عديد جبهة النصرة. الآن إذا ما تم التوصل إلى اتفاق ما بين روسيا التي تحاول أن تجد مخرجا لهذه الأزمة ولو باستخدام بتنفيذ معارك محدودة مع تركيا، أتصور أن السيناريو المتوقع حتى هذه اللحظة ما لم تحدث تغييرات. أولا، روسيا تطالب بالسيطرة على 3 مناطق من محافظة إدلب. المنطقة الأولى منطقة جسر الشغور، ولها عدة مبررات من وجهة النظر الروسية. أولا، أنها تعتبر أن طائرات الدرون التي نفذت أكثر من 35 غارة أسقط منها 23 هدف تخرج من هذه خرجت من هناك. نعم. النقطة الأخرى تقول بأن هناك 8 سيارات حملت بمادة الكلور وهي الآن في أطراف سهل الغاب الشمالي على بعد 8 كيلومترات من منطقة جسر الشغور. الأمر الثالث وقد يكون هو الأهم والعامل الرئيسي وما دون مبررات له، منطقة جسر الشغور تسيطر على الطريق الرئيسي القادم من اللاذقية عبر جسر الشغور، جبل الأربعين، أريحة، سراقب، حلب. هذه المنطقة الأولى. المنطقة الثانية هي منطقة شمال حماة جنوب إدلب، منطقة مورك ومحيطها، وهذه المنطقة تؤمن الخاصرة الرخوة لمطار حماة. ومطار حماة قبل عدة أيام كان هناك حركة مغادرة من الطائرات مجهول السبب، والبعض عزاها بأن روسيا سترسل طائرات إلى هذا المطار. المنطقة الثالثة وهي الطريق الدولي حماة سراقب حلب، وهذا يقع ما بين منطقتي خفض التصعيد، المنطقة التي تحت الإدارة الروسية وهي المنطقة الحمراء الشرقية، والمنطقة التي تقع تحت الإدارة التركية وهي المنطقة الخضراء الغربية. وبالتالي إذا ما قيض لهذا التوجه أن يتم تحقيقه، فنحن نتحدث عن معركة جزئية تجنب العديد من المآسي وأهمها عمليات النزوح، لأن إدلب كانت هي الملاذ لكل المهجرين الذين رفضوا المصالحات. لكن هنا دكتور هذه مرحلة يعني من مراحل المعارك، هل تعتقد أنها ستكون مرحلة أولى وأخيرة أم هي ستكون جزئية
لها مراحل أخرى تصل إلى قلب مدينة إدلب؟ سيدي يعني مبدئيا حتى حديث وزير الخارجية السوري هو تحدث عن أولوية المصالحة وتحدث عن مقاتلة جبهة النصرة صحيح في المؤتمر الصحفي هذا اليوم، لم يتحدث عن قتال مع بقية الفصائل، ورغم أنه تعميم الإرهاب يطلق على الجميع. إذا دعني أقول إذا ما حصل توافق تركي روسي حول هذا الإطار الذي أتحدث به، هذا يلبي الطموح الروسي، يقنع النظام، وبالتالي يسير بالتوازي مع مقاربة سياسية عندما نتحدث عن جنيف القادم وهيئة دستورية، وبالتالي يجنب الشعب السوري مزيدا من المآسي. لكن إذا ما أصرت هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا أو القاعدة في بلاد الشام، لأنه تغير الاسم 3 مرات، صحيح، إذا ما أصرت مع الحزب التركستاني الإسلامي على رفض هذه المقاربة، أعتقد تركيا ستطرح بديلين. البديل الأول أن يكون تصفية جبهة النصرة بأيدي المعارضة السورية، وهناك قوى فاعلة، هناك جبهة تحرير سوريا موجودة في إدلب، هناك هيئة التحرير الوطنية التي أنشئت من 14 فصيل بدءا بنور الدين زنكي وانتهاءا بالفرقة الساحلية الثانية، وهناك الجيش الوطني، بقايا الجيش الحر الذي يرتبط بالحكومة المؤقتة، وهناك مباحثات تجري ما بينه وما بين هيئة تحرير سوريا. إذا دعني أقول قد يكون الخيار التركي المفضل في حال فشل المفاوضات أن لا يكون هناك هجوم قادم من الخارج، لأن هجوم الخارج دموي أكثر، مدمر أكثر بسبب استخدام سلاح الجو، فبالتالي قد تكون الخسائر وعمليات الإجلاء في المدنيين أقل ضرر. طيب هذه سيناريوهات ممكن للمعركة المقبلة. دكتور سيف، دعنا، أكثر من سبب يدعو إلى عملية عسكرية تبدأ من جسر الشغور تمتد إلى ريف حماة كما ذكر اللواء الدكتور فايز دويري، بالإضافة إلى أنه أيضا جسر الشغور هي معقل الأيغور، الحزب الإسلامي التركستاني، الذي يعتبر في توافق كبير على إنهاء وجوده في هذه المنطقة، اقتراب جسر الشغور من ريف اللاذقية وغيرها. لكن ما أريد السؤال عنه هو دفع تركيا بملف حل هيئة تحرير الشام، يعني جبهة النصرة، والحديث عنه يعني الطلب من روسيا إعطاء مهلة لعمل هذا الأمر. على ما يبدو خلال الساعات الماضية في شيء من هذا النوع سوف يحصل، لكن هل تعتقد أن هذا يمكن أن تقبل به الأطراف، يعني روسيا والحكومة السورية وإيران، أنه هيئة تحرير الشام كانت تعرف جبهة النصرة تحولت إلى جيش الفتح، بعدين انضم لها أكثر من فصيل، وبعدين هيئة تحرير الشام، هل تعتقد أنه تغيير الاسم أو حل نفسها يمكن أن يقنع الأطراف بالإحجام عن مهاجمة إدلب؟ يعني السيناريو فعلا الأكثر ترجيحا هو سيناريو التحرير عبر مراحل. السيناريو الأكثر تقديرا على الأقل عند الأمريكيين أن حراك الجيش العربي السوري سيكون باتجاه جنوب وغرب إدلب تحديدا قبل التوجه إلى المدينة، ونحن نتحدث هنا بالضبط عن جسر الشغور وسهل، أو مناطق قريبة من جسر سهل الغاب وجسر الشغور، وهي المناطق على كل الأحوال التي يجري الإعداد فيها لمسرحية الكيميائي على كل الأحوال، أو لمسرحية الكيميائي، لأن التقديرات الأمريكية تقول أن الجيش العربي السوري سيتحرك من هنا لأسباب متعلقة بقراءتهم أن أحد أهداف بداية العملية تحديدا هي إعادة فتح بعض الطرق السريعة التي تربط مناطق مختلفة من سوريا ببعضها البعض. يعني أنا لست عسكري، ولكن هذه التقديرات العسكرية الأمريكية. ولهذا يتم الإعداد في الطرف الآخر لهذا السيناريو تحديدا، ويتم الإعداد لمسرحية الكيماوي تبعا لهذا السيناريو المقدر أمريكيا. الجانب الآخر طبعا رأينا هذا السيناريو، السيناريو تغيير الأسماء وسيناريو إعادة تشكيل تحالفات وغيره. القضية الأساسية هنا باعتقادي أن من حق الحكومة السورية أن تعمل على بسط سيادتها وتحرير كل الأراضي السورية. الطريقة
يعني الطريقة الوسيلة لتحقيق ذلك تخضع لموازين قوى، تخضع لحسابات معقدة، ولكن باعتقادي أن الحكومة السورية ستكون سعيدة جدا إذا قررت هذه القوى التوصل إلى تفاهم حل نفسها والتوصل إلى تفاهم ودخول الجيش العربي السوري إلى إدلب. ليست القضية هنا فقط تحرير، ليست القضية هنا حل جبهة النصرة وبقاء الوضع على ما هو عليه هنا في سوريا. المطلوب أو الموقف السوري هو أو موقف الحكومة السورية هو يجب بسط السيادة السورية على كل الأراضي السورية. نحن الآن في إدلب، وبعد إدلب سيكون هناك مناطق أخرى، مثلا المناطق التي يتواجد فيها الأكراد، وهناك حوار على الموضوع. لكن هناك قضية مهمة. فضل. يعني الدعاية التي تشن منذ فترة ويعني ولا تزال مستمرة هي دعاية حول البعد الإنساني. الجانب المهم أن من يتحدث عن البعد الإنساني ربما لا يدرك أن أسباب دمار سوريا وأسباب مئات آلاف القتلى في سوريا هي هذه المجموعات، تحديدا مجموعة مثل جبهة النصرة. يعني الكل يشاهد ممارساتهم، والكل يعرف الفكر الذي تستند إليه جبهة النصرة ومن يشبه جبهة النصرة، لا يختلفون عن داعش على كل الأحوال. هؤلاء مسؤولين عن دمار سوريا، إذن لا يجب الحديث عن بعد إنساني. الجانب الآخر، أكثر الحديث عن البعد الإنساني في هذه اللحظة يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن يعرف ماذا حدث في مثلا في الرقة، تم تدمير 90% من الرقة عبر الطيران الأمريكي والتدمير. ما يعرف ما حدث في العراق من تدمير أيضا لبعض المناطق التي أتحدث عن العراق مؤخرا في المواجهة مع داعش، كيف تم تدمير مدن كاملة تقريبا 90% أو أكثر من 90%. إذن يجب أن نفهم أن الحديث عن البعد الإنساني، الحديث عن البعد الإنساني هو ليس أكثر له شق سياسي، طبعا له وظيفة سياسية، له وظيفة سياسية بالتأكيد، ويأتي من أطراف كانت سبب أساسي في الأزمة وكانت سبب أساسي في تصعيد طيب الأزمة دكتور سيف وتمويل الأزمة وتمويل الدمار. يجب أن نفهم موضوع البعد الإنساني بهذه المعنى. سنتحدث عن موضوع المدنيين أو البعد الإنساني ودور تركيا في هذا الأمر، لأنه مطلوب من تركيا أو تعاون تركيا يشكل أساسا في التخفيف من هذا الضغط. لكن سأعرض هذا التقرير عن الحشودات العسكرية في وأجواء التحضيرات الميدانية قبيل معركة إدلب المرتقبة، مع وصول أرتال عسكرية ضخمة للجيش السوري إلى مشارف المنطقة في وقت تسعى فيه هيئة تحرير الشام لرفع معنويات مقاتليها. نتابع هذا التقرير لرضا الباشا ثم نعود. الحشد والحشد المقابل، صورة تختصر الواقع في إدلب. أرتال عسكرية للجيش السوري تصل مشارف المنطقة. غابت التصريحات العسكرية الرسمية عن المشهد. الأرتال العسكرية المتتالية ترسم صورة معركة شاملة مرتقبة. أربع جبهات ينتظر أن يفتحها الجيش السوري وحلفاؤه على آخر معاقل جبهة النصر في سوريا، من ريف حلب إلى إدلب، وصولا إلى جبهة مورك في حماة، ومنها إلى جبل الأكراد الواصل إلى جسر الشغور شمالي إدلب. تجهيزات الجيش السوري تتزامن مع خلافات تطفو على السطح بين المسلحين في المنطقة. انشقاقات تطال هيئة تحرير الشام، كان آخرها انشقاق مسؤول قطاع جبل الزاوية مع 800 من مسلحيه والتحاقهم بحراس الدين ذراع القاعدة في سوريا. موجة انشقاقات تترافق مع موجة اغتيالات متصاعدة في إدلب، واقع تسعى هيئة تحرير الشام للخروج منه بإعلانها المتكرر عن جهوزيتها للمعركة المقبلة. بالمعركة الكبرى وصفتها تحرير الشام، فأمعنت في حملتها الأمنية ضد من وصفتهم بأنصار المصالحات. انضمت إليها جبهة تحرير سوريا في الحملة الأمنية ضد المدنيين لتعلن عن اعتقال 30 شابا من قرى ريف إدلب الشرقي. اعتقالات لاقت رفضا شعبيا، أعلنت قرى في إدلب بأنها محرمة على هيئة تحرير الشام ومن معها. أعلن الأهالي قراهم مغلقة للحيلولة دون اعتقال أبنائهم الذين منعتهم النصرة من مغادرة إدلب إلى مناطق الدولة عبر معبر أبو الظهور. قلق وتخبط تسعى هيئة تحرير الشام للخروج منه بتحصين الجبهات ورفع السواتر وحفر الخنادق للمواجهة، إضافة إلى نشر فيديوهات من معسكرات التدريب بشكل شبه يومي تكشف فيها عن تخريج دفعة من المسلحين إلى جبهات تنتظر إعلان الجيش السوري وحلفائه الساعة الصفر لمعاركها. دكتور فايز دويري في عمان، إذا ما أجرينا مقارنة بين الظروف السياسية والميدانية التي تجري الآن في قبيل معركة إدلب
مع ظروف لمناطق أخرى؟ على سبيل المثال أقرب كان درعا والغوطة الشرقية من قبلها. في الهجوم في يعني حسم معركة الغوطة الشرقية كان في تهديد أمريكي، وحصل عدوان أيضا على سوريا ثلاثي، ولكن أنجزت المعركة. كان هناك رفض تركي أيضا لهذه المسألة، كان في حديث عن ملف إنساني بشكل كبير في الغوطة الشرقية، لكن كل هذا لم يغير في الواقع الميداني. في درعا كذلك الأمر، في درعا تعرف كان في تحذير أمريكي سبق العملية العسكرية السورية، ولكن بعد ذلك تغير الموقف الأمريكي وحصلت عملية حسم. هل تعتقد سيادة اللواء أن الظروف مشابهة اليوم في إدلب، أم أن إدلب لها وضع مختلف عن باقي المناطق؟ يعني لا نستطيع أن نقيس على الظروف السابقة. يعني هناك اختلاف ما بين الثلاث مناطق. ما جرى في الغوطة يختلف كليا عن ما جرى في منطقة خفض التصعيد الجنوبية. وما جرى في كلاهما يختلف عن ما سيجري في إدلب. أبدأ في منطقة الغوطة الشرقية. الغوطة الشرقية كان هناك إصرار روسي على حسم هذا الموضوع لقربها من قلب العاصمة دمشق، وبالتالي كانت تشكل شوكة في خاصرة دمشق، وكان لابد من حسم هذا الأمر. كان هناك 40,000 مقاتل، منهم 352 بالعدد من جبهة النصرة استخدموا كشماغة. الآن جرى ما جرى في الغوطة وانتهت وحسمت المعركة لصالح الطيران الروسي والنظام وحلفائه. ما جرى في منطقة خفض التصعيد، اللاعب الغائب الحاضر كانت إسرائيل. إسرائيل هي اللي في البداية أمريكا هددت، تراجعت ثم حذرت، تراجعت ثم وافقت. لماذا؟ لأن كان هناك دور إسرائيل، اللاعب الإسرائيلي ولديه الحظوة الكاملة لدى روسيا، وكان هناك الاتفاق المبدئي الذي تمخض عن تنفيذ هذه المعركة شريطة انسحاب الميليشيات المحسوبة على إيران على إيران إلى مسافة 85 كيلومتر من خط وقف إطلاق النار في الجولان. الآن إذن إسرائيل هنا غير موجودة لأن هذه المنطقة بعيدة عن إسرائيل. الآن جبهة النصرة هي حجر الزاوية. تصريحات لافروف في نهاية العام الماضي تحدث بأن عام 2018 هو عام جبهة النصرة. الآن المشكلة هنا أو اللاعب الجديد هنا هو تركيا. تركيا لديها 12 نقطة، تقوم بتعزيز هذه النقاط خوفا من اقتتال ليس مع قوات النظام أو الميليشيات الداعمة، ولكن مع جبهة النصرة نفسها. لأنه أنا تحدثت في المقاربة الأولى، قلت قد تكون تصفية جبهة النصرة على أيدي المقاتلين في الداخل الذين يتلقون التعليمات والتغطية من تركيا، وبالتالي تركيا تعزز الآن بها. الآن هذا الوضع الآن مختلف. لماذا؟ لأنه الآن العلاقة الروسية التركية هي لا نقول مثالية، ولكن تركيا وروسيا كلاهما يناوران حسب المصالح الاستراتيجية. هناك صفقة S-400 روسية إلى تركيا يقابلها صفقة F-35. أمريكا ربطت صفقة F-35 بإلغاء صفقة S-400. هناك جفوة أمريكية تركية على المستوى حتى الاستراتيجي. هناك تقارب مع روسيا. إذن كل هذا يدفع إلى ماذا؟ متداخل. بس هذا لا يدفع إلى اضطرار تركيا أو مرونة تركية كبيرة مع الروس فيما يتعلق بإدلب في هذا الوضع السياسي. سيدي، روسيا طالبت تركيا بتقديم تنازلات مؤلمة، وتركيا طلبت مهلة 10 أيام تنتهي قبل اجتماع سوشي، وبالتالي الآن تركيا تضغط بكل ما أوتيت من قوة. وأنا عندما تحدثت عن مقاربتين أو ورقتين تستخدمها تركيا كبعد تهديدي لهيئة تحرير الشام لحل نفسها، تحدثت عن التصفية بأيدي المعارضة أو اللجوء إلى التصفية بأيدي القوات الروسية، لكن سيادة اللواء النظام السوري التصفية بأيدي التصفية الداخلية بأيدي المعارضة سواء عن طريق جبهة تحرير سوريا التي شكلتها تركيا أو غيرها، يعني دونها عوائق. أنت تعرف أنه الاقتتال الداخلي
يستغرق وقتا طويلا، هذا واحد. اثنين، الاقتتال الداخلي بهذه الطريقة على حدود تركيا يضر بتركيا خاصة إذا طال الأمر. المسألة الثالثة هو نتائج هذا، ربما جبهة النصرة هي التي تحسب. يا سيدي، يوجد 125 ألف مقاتل، منهم 10,000 مقاتل من جبهة النصرة. إذا ومقارنة القوى ما بين فصائل المعارضة علميا وفي البعد العسكري أكثر دقة من إجراء مقارنة قوى مع قوات النظام والقوات الروسية، لأن مضاعفات القوة في الجانب الآخر تطغى على التفوق العددي. فيما في المقارنة ما بين المعارضة تبقى المقارنة التقليدية لأن الأسلحة متقاربة. هذا بعد. البعد الآخر سيدي، أنت أشرت قبل قليل إلى انشقاق فصيل أحد الفصائل و800 مقاتل. نعم، هذا كان محاولة من أنصار الشام، ولكن هيئة تحرير الشام سيطرت على مناطقهم التي تقع في جبال، في أطراف جبال اللاذقية. دعني فقط أشير إلى نقطة قد تبدو بعيدة نفس الشيء. عندما نتحدث عن جبهة النصرة يجب أن نتحدث عن مكون مختلف عن داعش. معظم وقود الحرب أو المقاتلين من أبناء سوريا. القسم الأكبر من القادة من الصف الثاني والصف الأول من أبناء سوريا. ودعنا نفرق بين هذين. عندما نتحدث عن قادة من الصف الأول والصف الثاني، نتحدث عن قادة مؤدلجين بايعوا الظواهري. ولكن عندما نتحدث عن وقود الحرب المقاتلين، هؤلاء أبناء سوريا. يعني عندما التحقوا بجبهة النصرة، هذا رأيي الشخصي، لم يلتحقوا اقتناعا بالجولاني ولا اقتناعا بالظواهري ولا اقتناعا بابن لادن. هؤلاء التحقوا بضرورة تأمين متطلبات الحياة. عندما تدفع لهم جبهة النصرة 300 دولار بالشهر مقابل 100 دولار من الجيش الحر، كان يفضل 300 على 100، والبعض فضل 500 من داعش على 100. إذا دعنا نقول هذا أحد العوامل ربما الذي تعمل عليه تركيا الآن فيما يتعلق به تحرير الشام. ولكن قبل أن نذهب إلى فاصل، طبعا أشرت إلى الأرقام سيادة اللواء، الأرقام يعني تقريبا جبهة النصرة 12,000 حسب يعني حضرتك قلت 10,000، هناك تقديرات تحدث عن 12,000. اعتمدت رقم ديمستورا. نعم أعرف أنه 12,000 13,000، ولكن اعتمدت الرقم الذي تحدث به ديمستورا اليوم. هناك 5,000 تقريبا أجانب في عموم إدلب وليس فقط في جبهة النصرة، وأيضا فيما يتعلق بجبهة تحرير سوريا باقي الفصائل حوالي 50,000 حسب التقديرات. نذهب إلى فاصل وبعدها نكمل هذا الحوار. مجددا حياكم الله. بين التحضيرات الميدانية والحركة السياسية والدبلوماسية، طبول الحرب في إدلب تقرع. هذه قراءة لغراسيا بيطار. تدخل الأزمة السورية مرحلة العد العكسي نحو النهاية. إدلب المعبر الأخير، وبهدف الوصول إلى الخواتيم لابد من اللمسات الأخيرة من المايسترو. ها هي موسكو تحرك الأحجار الأخيرة للحل بالتنسيق الكامل واللافت مع كل من دمشق وإيران ومع تركيا، ولو مكرهة إذا جاز الوصف. وهذا ما يدركه جيدا اللاعبان الروسي والإيراني، فيجهدان في صيانة التموضع التركي حيال الأزمة السورية بما يتوافق ومعالم الزيارة المفاجئة التي قام بها محمد جواد ظريف الأربعاء إلى أنقرة. على خطي الحكومة والمعارضة يسير القطار الروسي. وليد المعلم في موسكو تزامناً مع إعلان ميخائيل بوغدانوف أن المجموعات المسلحة المعتدلة مستعدة للاتفاق مع دمشق حول إدلب. يتوج التنسيق بإطلالة رئيسي دبلوماسية كل من دمشق وموسكو تحت عنوان وحيد: إقفال ملف إدلب. كل التحركات الروسية وبما فيها استقبال موسكو لوزير الخارجية
الخارجية السعودي عادل الجبير تندرج تحت هذا العنوان، عنوان لا منازع له أيضا في دبلوماسية الهاتف التي لا تهدأ بين وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي، في إشارة واضحة إلى توجه لاعبي المحور كل من موقعه إلى الحسم. بين الميدان والدبلوماسية حراك روسي سوري إيراني تركي يرسل إلى كل من يعنيهم الأمر ما مفاده أن استعدوا للمشهد الأخير في إدلب، مشهد تريده واشنطن على ما يبدو مدخلاً لمسرحية جديدة تحت عنوان عدوان على سوريا بذريعة الكيميائي. هذا ما تحذر منه سوريا وحلفاؤها، ما يوحي بأن معركة الحسم لن تكون سهلة. قد لا يكون الحسم في إدلب سهلا، ولكن المعطيات فيه حول آلاف الإرهابيين من النصرة والقاعدة وضرورة القضاء عليهم لا لبس حولها وبشهادة الأمم المتحدة. وهنا يحضر كلام ستيفان دوميستورا حول وجوب إتاحة مزيد من الوقت لروسيا وإيران وتركيا لمحاولة تجنب حدوث تصعيد عسكري كبير في إدلب، فحذاري اللعب بالنار على حد تحذير موسكو. دكتور سيف، دعنا تسمح لي نركز قليلا على الدور التركي، أشار إليه سيادة اللواء فيما يتعلق بالظروف السياسية التي تمر بها تركيا، الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة أمريكا يعني بعد فرض العقوبات أصبح هناك أزمة دبلوماسية بين الطرفين، ربما هذا يدفع تركيا إلى حاجة إلى الحاجة إلى روسيا أكثر في هذا الوقت. ولكن على الأرض التقارير تقول بأن الجبهة التي شكلتها تركيا، جبهة تحرير سوريا في إدلب، وهي كانت محاولة لتجنيب إدلب عملية عسكرية، أول مهمة قامت بها هذه الجبهة هي اعتقال 500 حسب الرقم المعلن، المرصد السوري لحقوق الإنسان على ما أعتقد حدث عن هذا الرقم، والروس أيضا 500 تم اعتقالهم بتهمة التواصل مع مركز حميميم الروسي للمصالحة، أو اشتبه بأنهم ربما يجرون مصالحة مع الحكومة السورية. كيف يمكن تفسير ذلك إذا كانت تركيا ستتعاون في معركة إدلب، وإذا كانت تركيا ستتفاهم مع روسيا وهي بحاجتها في ظل الوضع الراهن؟ كيف يمكن تفسير ما يجري على الأرض؟ يعني اولا من الناحيه العسكريه، اولا انا لست عسكري كما قلت، ولكن من الناحيه العسكريه كل التقديرات على الاقل تقديرات الخبراء تقول ان في حاله حدوث المواجهه وحدوث الاشتباك، وباعتقادي ان الاشتباك على الاقل مع بعض الاطراف في ادلب سيحدث عسكريا، هذا الطرف المعارضه او الطرف جبهه النصره سيكون خاسر عسكريا، وبالتالي المراهنه على انتصار او على صمود حتى لهذه الاطراف هو انتحار سياسي سواء من قبل تركيا او من قبل اي من الاطراف. ولهذا نرى الحراك الامريكي بكل القوه لدعم الجولاني، يعني المشهد يبدو جدا غريب، يعني لهذه الدرجه الصفاقه ان نجد تصريحات جون بولتون وابو محمد الجولاني على نفس الموجه مثلا، وان نرى الدعم الامريكي لجبهه النصره او لمحاوله استدامه وجود جبهه النصره واستدامه الصراع في تركيا بهذه الصفاقه وبهذا الوضوح. ولكن بالمعنى عسكري كما قلت، لا يمكن إذا بدأت المعركة النتيجة الأفق واضح حسب التقديرات العسكرية والنتيجة واضحة، وبالتالي لا يمكن لتركيا أن تراهن على أي مواجهة عسكرية أن تحقق من خلفها انتصارات. بالتالي البديل الآخر لتركيا هي محاولة الوصول إلى تفاهم، ولكن حتى هذه اللحظة باعتقادي تركيا بحراكها السياسي وبالتصريحات، إذا أردنا أن ننظر إلى التصريحات السياسية التي تأتي من تركيا وإلى الحراك السياسي التركي، يبدو أن تركيا لم تحسم موقفها نهائيا، وإن كانت تميل أكثر إلى أو تعتقد أن في النهاية سيتوجب عليها التوصل إلى نوع من التفاهم إذا أردنا أن نقول تقليل الخسائر. لا أريد أن أتحدث عن إنجازات تركيا في المستقبل في داخل سوريا، ولكن على الأقل لتقليل الخسائر عبر التفاهم مع روسيا وعبر التفاهم مع إيران، فهذا ممكن. وأعتقد أن هذا الخيار الوحيد الموجود أمام الحكومة التركية في هذه اللحظة. غير ذلك المراهنة على أطراف الفصائل المسلحة بغض النظر عن من كانت، سواء جبهة النصرة في البداية
أو غير جبهة النصرة في البداية، حتى لو افترضنا أن هذه القوى تجمعت مع بعضها وقاتلت جبهة النصرة، في النهاية سيدخل الجيش العربي السوري. المنطق أن الدولة يجب أن تسيطر، الدولة السورية يجب أن تسيطر على كل الأراضي السورية، وبالتالي سواء قاتلوا جبهة النصرة أم لم يقاتلوا جبهة النصرة، يعني هذا الكارت الذي تحاول أن تلعب في مشكلة دكتور سيف. بالنسبة لتركيا في تعاطف، يعني أنا يمكن زرت تركيا قبل سنتين أو سنتين وشوي، في تعاطف نوعا ما مع جبهة النصرة داخل تركيا، خاصة في صفوف حزب العدالة والتنمية. هذا النوع من التعاطف، لا يعني هل من السهل أن تتخذ الحكومة التركية قرارا باجتثاث جبهة النصرة بعد يعني هذا النوع من التعاطف مع جبهة النصرة في تركيا؟ ولماذا؟ يعني ما هو المقابل الذي سوف تحصل عليه تركيا من خلال هذا التعاون الكبير على حساب مجموعات علاقتها فيها جيدة في إدلب؟ يعني ليس هناك تعاطف تركي مع جبهة النصرة، كان هناك رعاية تركية لجبهة النصرة، رعاية تركية وقطرية تحديدا لجبهة النصرة منذ البداية، وحتى يعني حديث أبو محمد الجولاني مؤخرا، آخر حديث لأبو محمد الجولاني حين تحدث باختصار شديد عنه أنه لا يمكن المراهنة على الأتراك الآن، هذا يعني أنهم كانوا يراهنون على الأتراك على الدوام، ولكن رعاية تركيا ورعاية قطر تحديدا لجبهة النصرة وحتى تواصلهم معهم ودعمهم هذا أكثر من موثق وليس بحاجة إلى توثيق، ولكن في النهاية الدول تتصرف بمنطق السياسة ولا تتصرف بمنطق العواطف ومنطق يعني منطق المصالح هو الذي سيغلب. وتركيا أي قراءة للمشهد، كما قلت القراءة للمشهد العسكري هناك خسارة، هذه الربع ساعة الأخيرة الكل يعرف أننا في الربع ساعة الأخيرة للأزمة السورية، فبالتالي من الناحية العسكرية لا يوجد أفق لأي قوة في المعارضة أو في الفصائل المسلحة يمكن المراهنة عليها. نحن نتحدث عن روسيا، نتحدث عن إيران، نتحدث عن الجيش العربي السوري، نتحدث عن حزب الله، وبالتالي ونتحدث عن تحرير كل الأراضي السورية، بقيت هذه البقعة الصغيرة بغض النظر عن عدد المقاتلين الموجودين فيها. في النهاية الأفق عسكريا الأفق واضح. من الناحية السياسية أيضا الصورة الأكبر حتى من سوريا، يعني الولايات المتحدة لم تتدخل رغم كل التهديدات في تحرير الغوطة وفي تحرير جنوب سوريا، تحرير درعا، رغم كل التهديدات ورغم كل التصريحات، وحتى لو كان هناك حراك أمريكي أو محاولة تدخل أمريكي كما نرى في التهديدات، فيبدو أن أغلب السيناريوهات المقترحة أو المتوقعة هي سيناريوهات محدودة، بمعنى في حدود إذا حدثت ستكون في حدود العدوان الذي حصل في نيسان أو أكبر قليلا، ولكن في النهاية هذا ربما يقود إلى تعطيل أو تأجيل يعني تحرير إدلب، ولكنه لن 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 يغير لن يغير لن يغير في مسار مسار ايه. لن يغير المسار على الإطلاق. نعم. المسار الآن واضح، وبالتالي من المنطق لتركيا الذين يفكرون بمنطق الدولة ومنطق السياسة أن يعملوا الآن على تقليل الخسائر. هم راهنوا، كانت رهاناتهم كبيرة في الأزمة السورية منذ البداية، الآن عليهم أن يفكروا بمنطق تقليل الخسائر. نعم. لن يكون هناك أي إنجاز. يعني أردت أن تقول دكتور سيف أن المجموعات التي اعتمدت عليها تركيا يعني حسب ما تتحدث لم يعد لديها الأفق الاستراتيجي لتنفيذ مشروع كبير، يعني أصبحت بلا هدف استراتيجي، يعني كان الهدف الوصول إلى دمشق، إسقاط النظام، وأهداف استراتيجية كبيرة في سوريا، الآن لم يعد هذا موجود، وبالتالي يجري التغيير، ليس كذلك؟ يعني باعتقادي الأفق الكبير، يعني الهدف الكبير ربما يكون لهم كل العناوين هذه التي تحدثت عنها أستاذ كمال خلفنا الآن، يعني لا يوجد أحد في العالم، حتى السعودية رأينا تصريحات وزير الخارجية السعودي لم يتحدث عن حكومة سورية جديدة وعن نظام وعن رئيس جديد، هذه العناوين كلها خلفنا منذ فترة، وبالتالي طيب يعني دكتور أكثر أحلام هذه القوى ربما تكون إطالة السيطرة على إدلب أكثر ما يمكن فقط، ولكن النتيجة كما قلت عسكريا وسياسيا محسومة في موضوع دكتور إدلب. دكتور سيف أريد أن أنتقل إلى اللواء دكتور فايز، لكن قبل ذلك هناك ثلاثة أخبار أو ثلاثة تطورات نشير إليها.
أعلنت موسكو أن الولايات المتحدة وحلفائها قادرون على تشكيل مجموعة هجومية مشتركة خلال 24 ساعة لضرب سوريا. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغروفا قالت أن المجموعات الهجومية لضرب سوريا مؤلفة من بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة، وتتألف من نحو 70 طائرة استراتيجية مدمرة قادرة على حمل نحو 380 صاروخا مجنحا، وهي موجودة في مدارج الأردن والكويت وجزيرة كريت، بالإضافة إلى المدمرات البحرية. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا كان له موقف هذا اليوم، سوف نعرضه مباشرة. أكبر تمركز للمسلحين الأجانب وأكبر عدد من مسلحي النصرة، أي مسلحي القاعدة، فلا مكان غير إدلب يذهبون إليه، فإدلب كانت الوجهة بعد نهاية أي صراع، فلم يكن هناك غيرها، وإذا اندلع صراع في إدلب الآن سنكون أمام مأساة مرعبة بسبب الأعداد الكبيرة من المدنيين الموجودين فيها. وبالتزامن مع كل هذه التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستجري تدريبات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط مطلع الشهر المقبل. أوضحت الدفاع الروسي أنه ستشارك في هذه المناورات 25 سفينة و30 طائرة، وأوضحت أن المناورات التي ستشمل قوات الأسطول البحري العسكري والقوات الجوية الفضائية الروسية ستستمر من الأول من أيلول سبتمبر المقبل حتى 8 من الشهر ذاته. سيادة اللواء، التدخل الغربي أو التهديدات الأمريكية، هل تراها واقعا في سوريا؟ وأيضا نريد أن نتحدث عن تأثيراتها سواء كان على معركة إدلب أو حتى تأثيراتها في الميزان العسكري في سوريا. هل ستكون ضربة كتلك التي شاهدناها في أبريل نيسان الماضي، أم أن ما يخطط له أكثر من ذلك؟ يا سيدي، أولا التهديدات الأمريكية الفرنسية البريطانية مرتبطة بنقطة محددة، استخدام العامل الكيماوي. إذا لم يستخدم العامل الكيماوي لن يكون هناك رد. الردود الأمريكية محدودة جدا، وبالتالي في كلا الحالتين السابقتين كان الرد محدود ومؤطر ومنسق من حيث اختيار الأهداف وبالتنسيق الكامل أو بالإعلام الكامل دعني أقول لروسيا عن الأهداف، وبالتالي تم إخلاء بعض المستشارين الروس من هذه المناطق. كان التهديد الرئيسي الأمريكي الذي كان توقع بأنه سيغير من اتجاه الصراع في سوريا في أيلول 2013 بعد مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، عندما تم حشد حاملات الطائرات. القوة الأمريكية في البحر المتوسط ترقى إلى 40 قطعة بحرية رئيسية، منها حاملتي طائرات علامتها 175 طائرة مختلفة، وهناك يضاف لها الأسطول الخامس في الخليج العربي حامل الطائرات ثالثة عليها 75 طائرة، يضاف إليها أسلحة الجو الموجودة سواء في إنجرلك، هذا إذا سمحت تركيا باستخدامها وهي لم تسمح منذ حرب العراق، أو في قاعدة العديد في قطر. إذا دعنا نقول أمريكا تصنيفها عالميا هي قوة بحرية، وروسيا عالميا تصنيفها هي قوة برية، وبالتالي أنا أستطيع أن نقارن ما بين البحرية الأمريكية والبحرية الروسية، لا من حيث العدد ولا من حيث القدرة القتالية ولا من حيث طبيعة المعدات المستخدمة. يعني روسيا تمتلك حاملة طائرات واحدة تعمل بالديزل، أمريكا تمتلك عشرات حاملات الطائرات تعمل بالطاقة النووية، تستطيع المسير لمسافة مليون ميل، وأنا صعدت على أحد هذه الحاملات. إذا أخي دعنا نقول الصراع أو الاصطدام العسكري الروسي الأمريكي ليس في حسابات كلا الدولتين، ولكن عملية بناء القوة هي رسائل سياسية أكثر منها فعل عسكري. المناورة الروسية، بعض المسؤولين الروس قالوا أنها دورية معتادة، والبعض ربطها بالأزمة السورية أو بأزمة إدلب تحديدا كأنها تحذير للأمريكيين من مغبة التدخل، لكن التدخل الأمريكي إذا حدث مشروط باستخدام العامل الكيماوي، وإذا حدث مؤطر زمانا ومكانا. طيب اسمح لي أخذ رأي الدكتور سيف في هذه الجزئية، التدخل الغربي بين أنه يعني تدخل تقني مرتبط بقرار سياسي أمريكي إذا تم الاستخدام الكيميائي،
سيتم التدخل مباشرة وجرى ذلك. التحضيرات هو إذا ما تم هذا الموضوع وستكون محدودة، وبين رأي يذهب باتجاه أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة الحسم، التهديد مفبرك كما قالت روسيا وقالت الحكومة السورية، وأنه الحشد يتزامن مع يعني محاولة تنفيذ الهجوم الكيميائي، يعني الموضوع مرتب. يعني لا يمكن التشكيك بالقدرات العسكرية الأمريكية، هذا حديث صحيح بالتأكيد. يعني أمريكا قوة كبرى، ولكن روسيا ليست دولة، ليست جمهورية موز يعني كمان. وبالتالي هناك حسابات، الولايات المتحدة تحسب حساب القوة الروسية وتحسب حساب القوة الروسية بجدية. نحن نتحدث عن القوة النووية الأولى في العالم، لا نتحدث عن جمهورية موز كما قلت. بخصوص موضوع الكيماوي، يعني إذا أردنا أن نتحدث سياسة بجدية الآن، لا يمكن تخيل أن الولايات المتحدة فعلا التي استخدمت وتستخدم ما هو أكثر قوة وتدمير وتخريب من الأسلحة الكيماوية، أن تكون معنية بالناس في سوريا أو تكون معنية باستخدام السلاح الكيماوي أو غيره. كما قلت، نموذج الرقة فقط، نموذج قصف الرقة وتدمير الرقة، 90% من الرقة تم تدميرها تحت عنوان تحرير الرقة طبعا في تلك الفترة. هذا يؤكد لنا أن هذه ليست أكثر من جزء من الدعاية أو لها وظيفة دعائية في السياسة. كل العالم الآن يعرف أن هناك مجموعة أسسها شخص اسمه جيمس ليموزيري، معروفة بالخوذ البيضاء، وأنا أطلب من الناس أن تذهب تبحث عن هذا الشخص. هو يعمل في شركة أمنية بريطانية اسمها أوليف جروب، وهذه جزء من شركة أمنية أكبر بريطانية أيضا ومرتبطة بالاستخبارات البريطانية اسمها كونستيلس. وهذه المجموعات هي التي تم تدريبها لنقل العبوات الكيماوي مؤخرا إلى بعض مناطق جنوب وغرب إدلب. وبالتالي نحن نعرف بالتفاصيل، الإعلام العالمي يعرف بالتفاصيل، الصحفيين في العالم يعرفون بالتفاصيل، بالأسم، بالشركة، بعنوان الشركة، بعلاقتها بأجهزة الاستخبارات، وأن هذه اللعبة لعبت من قبل. وبالتالي حتى لو كان ذلك غير صحيح، لنفترض أن ذلك غير صحيح، وحتى لو كانت الحكومة السورية تمتلك أسلحة كيماوية، وحتى لو استخدمت الحكومة السورية أسلحة كيماوية، لن يكون هناك تدخل أمريكي بهذا السبب. التدخل الأمريكي أو العدوان الأمريكي له أسباب وحسابات مختلفة، ليس من ضمنها حياة البشر في سوريا ولا استخدام الكيماوي ولا غيره. هذه ذريعة تستخدم، نعم. ذريعة في السياسة الأمريكية. الآن باعتقادي أن حسابات الولايات المتحدة مرتبطة بما بعد إدلب كما قلت، بمعنى أن ما بعد إدلب سيكون هناك سؤال، ماذا سيبقى يفعل الأمريكيون في شرق سوريا؟ وبالتالي شرق الفرات، هل سيقبل السوريون ببقاء أمريكي في سوريا؟ هذا سؤال تعرفه. طيب، أنا لا أتحدث فقط عن الجيش العربي السوري، دكتور سيف، ولا أتحدث حتى عن الحكومة، أنا أتحدث عن الناس العاديين في سوريا، وأتحدث عن الشعب العربي كله. لا يوجد في العالم العربي من يريد وجود عسكري أمريكي، أنا أتحدث عن العرب الصحيحين يعني الحقيقيين، لا يوجد عربي يقبل بوجود دكتور. عسكري غير عربي في سوريا أو تركيا والولايات المتحدة. دكتور السؤال سيف، الآخر هو أقصى ما يمكن العمل به هو إطالة الأزمة أو تعطيل دكتور الحسم. سيف، دعنا، انتهى الوقت للأسف. أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسون، كنت معنا مباشرة من شيكاغو، اللواء دكتور فايز دويري، البحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية من عمان، شكرا جزيلا لكما. المسائية انتهت، في ختامها تذكير بعناوين هذا الملف. الموقف الروسي السوري يؤكد العمل لتحرير إدلب. دمشق تتهم بريطانيا والخوذ البيضاء بفبركة كيميائي جديد، وموسكو تحذر لا تلعبوا بالنار. تعزيزات متواصلة للجيش السوري على أطراف إدلب تحضيرا لمعركة تحريرها، وخلافات المجموعات المسلحة تتزايد. هل تنهار معنويات المسلحين قبل بدء الحرب؟ الأمم المتحدة تقر عبر مبعوثها إلى سوريا، في إدلب آلاف الإرهابيين يجب القضاء عليهم. لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت باللغتي العربية والإسبانية. إلى اللقاء.